مساء الخير واهلا بيكم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي برنامج دريم كلينيك. النهارده هنتكلم عن مشاكل تاخر الانجاب عند الرجل، وبالتحديد عن مشاكل معينه اللي منها المشاكل الدوالي اللي بيتعرض لها او بيصاب بها معظم الرجال، نشوف اسبابها ايه، وايضا هنتطرق الى مواضيع واسباب تانيه تؤدي الى تاخر الانجاب عند الرجل. اسمحوا لي بدايه اني ارحب بضيفنا في الاستوديو دكتور محمد القصري، دكتوراه واستشاري جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم بمستشفى دار الطب. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. بداية دكتور، نحب ناخد فكرة عامة عن الأسباب اللي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب عند الرجل، وخصوصا أن الإحصائيات بتشير دلوقتي أن نسبة أنه يكون الرجل سبب أسباب تأخر الإنجاب تكاد أنها توازي نسبة السيدة أو الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل هي النسبة تكاد تكون متساوية ما بين الرجل والمرأة، عكس الاعتقاد الخاطئ السابق ان المرأة بتتحمل معظم الأسباب. لا، هي الأسباب مناصفة بين الرجل والمرأة. نرجع لسؤالنا بقى اللي هو الأسباب المختلفة المتعلقة بتأخر الإنجاب عند الرجل. نوجزها في 3-4 أسباب بمنتهى البساطة. أسباب خاصة بالخصية اللي هي مصنع إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون الذكورة، وأسباب خاصة بالهرمونات اللي في المراكز العليا في المخ اللي هي حاجة بنقول عليها بريتستيكولر، يعني ما قبل الخصية، دي بتبقى أسباب هرمونية، ثم أسباب خاصة بالخصية، وأسباب خاصة بنقل الحيوانات المنوية إلى الخارج. ثم في سبب رابع ساعات بننساه، هو طريقة الإيصال، يعني المشاكل الجنسية المتعلقة بالرجل هي ممكن تكون سبب في تأخر الإنجاب، سبب غير مباشر في تأخر الإنجاب، لكن الراجل بيكون قادر على الإخصاب. دي الأسباب مجملة، وإن شاء الله نتكلم باستفاضة عن الأسباب المتعلقة بالخصية. نبتدي ناخد فكرة عن موضوع الخصية المعلقة، وخصوصا أن في حالات كتير بنشوف أنها بتعاني من موضوع الخصية المعلقة، وهل لها حلول، وهل لابد أنها تكون عملية جراحية، ولا ممكن يكون في طرق تانية غير الجراحة؟ إن شاء الله أنا حوجز الأسباب بسرعة ثم نبدأ بالخصية المعلقة. طيب تفضل. هي الأسباب وجه عام علشان الناس تبقى فهمها، وبمنتهى البساطة هي ممكن تكون أسباب خلقية أو أسباب مكتسبة، يعني عيوب خلقية في الخصية أو عيوب مكتسبة. من العيوب الخلقية السبب اللي حضرتك قلتيه الخصية المعلقة. الخصية المعلقة نسبتها مش كبيرة قوي، هي حوالي 3% من الأطفال كامل النمو، ولكن الأطفال غير كامل النمو ممكن توصل ل 27-30%، بتبقى على الشمال أكتر من اليمين، وعلى الناحيتين بتبقى أقل من ناحية واحدة. طبعا الله سبحانه وتعالى خالق الخصية برا الجسم لأسباب عديدة، هنوجز منها سببين، إن هي تكون في درجة حرارة أقل من الجسم، وبالتالي هي دي الدرجة المناسبة لإنتاج الحيوانات المنوية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تكون محمية، مع انها بتبقى المفروض ان جوه تبقى محميه اكتر من برا. جوه بتبقى جسم ثابت فعرضه للاصابه، لكن هي خارجيه متحركه، فصعب جدا ان هي، يعني سبحان الله، عكس ما الناس متخيله. سبحان الله. الخصيه ربنا خالقها في هذا المكان، في كيس الصفر، في درجه حراره اقل من الجسم، من البطن بدرجتين، لانتاج الحيوانات المنويه. الوقت المثالي، انا طبعا هحوجز كل سبب بسرعه علشان نقدر نفيد الساده المشاهدين. الوقت المثالي للتدخل هو بعد 6 شهور، من 6 شهور لسنه ونص او سنتين بالكثير. كل ما كان بدري كل ما كان احسن. ليه بنتاخر 6 شهور؟ علشان ندي فرصه لما يقال عليه بالانجليزيه spontaneous descent، يعني تنزل بطبيعتها. ممكن يحصل انها تنزل بطبيعتها في بعض الحالات، ولكن لو ما نزلتش يبقى لابد من التدخل الجراحي. ليه؟ علشان نحمي الخصيه من الاثار السلبيه لو وجدت جوه البطن. درجه حراره اعلى، عرضه للاصابه، عرضه لتحولات لا قدر الله سرطانيه، فبالتالي ننزلها يكون انسب للطفل، وتكون حياته الانجابيه ان شاء الله ما تتاثرش. طبعا المشكله لو كانت في ناحيتين بتبقى اصعب. ناحيه واحده مفيش مشكله بتبقى كبيره، بيبقى قدره الرجل على الانجاب ما بتختلفش كتير، تحليل السائل المنوي ما بيختلفش كتير، ولكن المشكله الاكبر لو كانت على ناحيتين. وجودها في البطن فتره كبيره بجانب الاسباب دي ممكن يعرضها الى مهاجمه الجهاز المناعي. الخصيه محميه بطريقه معينه ربنا خالقها ان هي محميه من جهاز المناعي، فلو وجدت في مكان غير طبيعي اللي هو البطن بتهاجم بجهاز المناعي،
فبالتالي الجسم هيحس ان في كائن غريب موجود وبالتالي تؤثر تأثير سلبي كبير جدا عليها. الحل المثالي هو الجراحة. علاج دوائي، ما فيش علاج دوائي بنكتبه دلوقتي غير لفترة بسيطة للتحضير للجراحة، ولكن كنا فترة كبيرة جدا بندي العلاج هرمونات معينة باعتبار ان سبب الخصية المعلقة نظرية ان يكون في خلل هرموني، فبندي هرمونات معينة. طبعا هذا الاتجاه بقى اقل دلوقتي. العلاج المثالي هو الجراحة. دي بالنسبة للخصية المعلقة. من ضمن المشاكل التانية في التواءات ممكن تكون موجودة في الخصية، ودي برضو من المشاكل اللي مكتسبة. دي مشاكل مكتسبة، دي مشكلة مكتسبة. الخصية ليها اتجاه معين، هذا الاتجاه بيحافظ على تدفق الدم او الصفة التشريحية للخصية، فبالتالي الخصية لو لفت الدم اللي وصل لها بمنتهى البساطة بيتزنق، يعني ما بيبقاش يوصل لها دم فترة كفاية. مهم جدا ان احنا ناخد التاريخ المرضي من الطفل او الشاب اللي حصل ليه المشكلة ده، سواء من ابويه او من الطفل، من الشاب نفسه. ألم مبالغ فيه، رغبة في القيء، ايه الاسباب اللي تؤدي الى التواءها اصلا يا دكتور؟ هل ممارسه تمارين رياضيه بطريقه خاطئه؟ هل مش معروف سبب محدد؟ هي ساعات بتحصل وهو نايم بيتقلب بطريقه معينه، حركه مفاجاه، مش معروف سبب معين. هي ليها محور معين ووضع تشريحي معين، هذا الوضع اذا اختل ولفت الخصيه فبالتالي بتزنق الدم. مهم جدا ان احنا نشخص تشخيص اكلينيكي، اشعه دوبلكس على الخصيه لمعرفه تدفق الدم الشرياني في الخصيه. إذا لم يتيسر ذلك نفتح الخصية. يعني دي من حالات الطوارئ الشديدة اللي احنا ما نستناش فيها. نفتح الخصية بس ده مش ممكن يأثر بعدين على موضوع الإنجاب؟ لا طبعا، ده هو اللي يأثر، ان احنا لو سبناها عدد معين من الساعات، مش أكتر من 4 ساعات، الدم بيتحبس، يحصل غرغرينة في الخصية. فبنبه الآباء والأمهات والشباب ان آلام الخصية ما نسيبهاش. طبيب يشوفها وهو القادر انه يفرق ما بين هل هي التهابات او هي التواءات في الخصية. دي طبعا من الأسباب المكتسبة اللي ممكن تحصل، ولا قدر الله لو حصلت على ناحيتين. في حاجة مهمة عايز أقولها، إن لو حصل حتى التهاب في التواء في خصية ناحية واحدة وأجرينا الجراحة وأعيدت إلى وضعها الطبيعي، الخصية الثانية يستحسن إن هي تثبت عشان ما يحصلش فيها المشكلة. يعني نوع من الضمان. طالما حصل ده مع طرف ممكن يحصل في ناحية ثانية. تمام. المهم في هذا الوضع هو التدخل السريع بدون تأخر. تمام. بالنسبة للالتهابات يا دكتور، سريعا عشان عايزين نتكلم بطريق يعني بشكل تفصيلي أكثر عن موضوع الدوالي، بس نتطرق شوية لموضوع التهابات الخصية. الخصية هي مكان إنتاج الحيوانات المنوية هرمون الذكورة في أنابيب دقيقة جدا. هذه الالتهابات إما بكتيرية أو فيروسية. أشهر الالتهابات الفيروسية اللي هي التهابات الغدة النكفية. مش كل طفل جات له غدة نكفية وهو صغير بيبقى عرضة لالتهابات الخصية. قد يحدث ان هي لو التهبت بتاثر بصوره او باخرى على انتاج الحيوانات المنويه في المستقبل. الالتهابات البكتيريه بتعالج بمضادات حيويه لفتره كافيه، وان شاء الله يكون تاثيرها السلبي ما يكونش كبير. التهابات الخصيه او المسالك البوليه او التهابات الجنسيه بتشكل نسبه لا باس بها في تاخر الانجاب عند الرجل. المهم ان احنا نعرف السبب، هل هو بكتيري او فيروسي، وتعالج فتره كافيه. تمام. نتكلم دلوقتي بالتفصيل عن موضوع الدوالي، ونعرف ايه هي اسبابها، وايه اصلا يعني عايزين ديفينيشن علمي لموضوع لمصطلح الدوالي. الخصية جسم او غدة بتنتج الحيوانات المنوية محاطة بأوعية شريانية وأوعية وريدية. الدوالي هو التضخم المبالغ فيه للأوعية الوريدية، اللي هي بتاخد الدم من الخصية إلى أعلى. طبيعي أي جسم بيغذى بدم شرياني ثم الدم الوريدي بيخرج منه. الدم الوريدي ده اللي هي الدوالي، اللي هي الأوردة المحيطة بالخصية، قد يحدث ليها صمامات معينة بتدفع الدم من أسفل إلى أعلى. قد يحدث إن في خلل في هذه الصمامات فبالتالي تتضخم بصورة مبالغ فيها، بيبقى الدم راكد فبتفقد وظيفتها. إحنا قلنا قبل كده إن الخصية مهم جدا إن تبقى في درجة حرارة معينة تكوين الحيوانات المنوية. هذا الدم الراكد بيزود درجة حرارة الخصية. هذا الدم الراكد بيأتي بمواد مؤكسدة وتؤثر بصورة سلبية على الخصية. هذا الدم الراكد بيؤثر على الدم الشرياني ونسبة الأكسجين اللي وصل للخصية. يبقى هو ده التأثير السلبي. بيأثر على التغذية برضو يمكن يا دكتور. الدم الشرياني، الدم الشرياني بيقل. فبالتالي التأثير السلبي بيبقى موجود على الخصية. من ناحية تدفق الدم، من ناحية نسبة الأكسجين، من ناحية بعض المواد
من الغده فوق الكلويه بتبقى موجوده بكثره في هذا المكان، وبالتالي بتؤثر على الوظائف الحيويه للخصيه. تمام، ايه اسبابها يا دكتور؟ اسبابها مش معروفه تحديدا، ولكن انا قلت في سياق كلامي ان في صمامات معينه في هذه الاورده بتدفع الدم من اسفل الى اعلى، بترجع بالدم. قد يكون خلل في هذه الصمامات، ده سبب اكيد موجود. هذا السبب بيزيد مع العوامل اللي بتخلي فيه ضغط على هذه الاورده. طبعا يعني عفوا هي مكتسب، هي مرض مكتسب الدوالي ولا ممكن تكون عيب هو خلقي؟ طبعا بيحصل مع فكره الصمامات دي، ده عيب خلقي. دي مشكله خلقيه، ولكن هي بتبقى اوجمنتد او تزيد المشكله مع عوامل اخرى بقى. عوامل اخرى مكتسبه، طبيعه الشغل، الوقفه الكتير، تعرض الحراره الشديده، كل دي عوامل بتساعد على ان دوالي الخصيه بتظهر عند ناس وما تظهرش عند ناس. بالنسبه لنسبتها، هي نسبتها قد تكون حوالي 15% في الناس عامه، لكن بتزيد النسبة. وأنا في صور هنعرضها دلوقتي معنا، صور يا ريت لو صور جاهزة نشوفها مع بعض. الجزء الأزرق ده 37% هي نسبة حدوث الدوالي بالنسبة لتأخر الإنجاب عند الرجل. 37% نسبة ليست قليلة، نسبة تأثير الدوالي على تأخر الإنجاب. يعني مثلا لو جبنا 100 من اللي بيعانوا من مشاكل تأخر الإنجاب، من 35 ل 37% منهم بيكون عندهم دوالي. لو كانت المشكلة أولية، النسبة دي بتزيد لو كان مشكلة سنوية، يعني رجل أنجب قبل كده، ممكن توصل ل 60 أو 70%. تمام، نشوف الصورة اللي بعدها. دي صورة بتوضح الوضع التشريحي، هي بتحصل على الناحية الشمال أكتر من الناحية اليمين. نتيجة الوضع التشريحي معين، إن الوريد اللي بياخد الدم من تحت بيصب في الوريد القلوي بزاويه قائمه، فبالتالي ضغط الدم الوريدي بيبقى اكتر في الناحيه دي. تمام، اللي بعدها. اللي بعديها دي صوره بسيطه قوي، يعني بنوضح للناس قد ايه الفتحه تبقى بسيطه، حوالي 2 سم او 2 سم ونص. لم عشان عمليه عشان عمليه الدواليه هي اجراءها طبعا عمليه جراحيه. نشوف الصوره اللي بعدها. بنوضح ازاي بنقدر نعمل سيلكشن او اختيار دقيق جدا للاورده المتضخمه ونربطها بكل عناية. نشوف آخر صورة معانا. دي برضو صورة أخرى بتوضح أن كل الأوردة اللي هي فقدت وظيفتها مهم جدا أن احنا نربطها، وبالتالي نتفادى ارتجاع الدوالي. خلينا نتكلم يا دكتور عن الأعراض، أو إزاي ممكن الرجل يحس أن هو عنده دوالي أو يعرف، هل ممكن تشخيصها في البيت ولا المفروض يروح لدكتور؟ هي لها أعراض طبعا، أعراض ممكن الرجل أو الشاب يحس بألم. هي أوردة متضخمة بطريقة مبالغ فيها، فبتعمل تقل في الخصية، ممكن شكلها يبقى باين، فدي أبسط حاجة ممكن نشوفها. لكن طبعا لو تعذر عليه الطبيب هو يقدر يشخصها. دوالي الخصية مهم جدا، التعريف اللي أنا هقوله دي، هي تشخص إكلينيكيا. يعني إيه إكلينيكيا؟ يعني بالكشف الطبي في أوضاع معينة، وهو الشاب او الرجل واقف وهو نايم. طبعا لا داعي للخوض في التفاصيل، ليها درجات مختلفه. الدرجه الكبيره اللي هي الثالثه بتبقى ظاهره جدا للعين، الدرجه الثانيه اللي هي اقل شويه نحسها بايدينا، الدرجه الاولى لما الرجل يحزق او يعلي ضغط بطنه، بالتالي نحس بالاشاره بتاعتها. دي درجاتها. في درجه بسيطه جدا ما نقدرش نشخصها، اسمها تحت الكلينيكي. هذه الدرجة لا تشخص إلا بالموجات فوق الصوتية، هي أشعة دوبلر على الخصيتين. حصل كلام كتير على حالات مبكرة، يعني مبكرة جدا. بيبقى مصاحب ليها ألم يا دكتور؟ لا ما بيبقاش مصاحب ليها، وتأثيرها السلبي على إنتاج الحيوانات المنوية أو حيوية الحيوانات المنوية بيبقى قليل جدا. ودي هتكلم عليها بقى باستفاضة. ولكن ليه احنا يعني المفروض انها تعالج؟ عشان ممكن تتطور، يعني ممكن تتطور الدوالي من ليفل 1 لليفل 2 او نوصل لليفل 3 ولا؟ ممكن طبعا. كون ان الدوالي بتزيد مع السن وقليلة في السن الصغير، وبتزيد مع الرجال اللي بيعاني من تأخر إنجاب ثانوي بتوصل ل 60%، معناها إنها progressive disease، يعني بتتطور بتزيد. فطبعا ممكن تتطور، ولكن نيجي بقى للنقطة المهمة، إن إحنا نعمل عملية ولا لا، أو إمتى نعمل عملية. تمام، لو نحب نتكلم فيها باستفاضة. تمام، أوكي. العلاج إحنا شخصناها تشخيص إكلينيكي، أجرينا تحليل سائل منوي. العلاج جراحي، علاج دوالي الخصيتين جراحي، مفيش حاجه اسمها علاج دوائي او علاج طبي
لدوار الخصيتين. امتى تعالج؟ اول حاجة ان هي تشخص اكلينيكية، يعني يقدر الطبيب يحصها بالكشف. تاني حاجة ان هي تكون مأثرة بصورة او باخرى على تحليل السائل المنوي. تالت حاجة ان يكون الزوجة بتعاني من مشكلة بسيطة او لا تعاني من مشكلة، فبالتالي بنتأكد ان دوالي الخصية هي السبب. نيجي بقى للنقطة اللي هي دوالي تحت الاكلينيكية، هل تعالج ولا لا؟ هذه الدوالي انا هعمل استرس على النقطة دي، تأثيرها السلبي على البارامترز او معايير الحيوانات المنوية يكاد يكون معدوم، وبالتالي الدوالي تحت الاكلينيكية اللي هي لا نشخصها اكلينيكيا، يعني ما نشخصهاش بالكشف، لا تعالج جراحيا، جاست فولو اب، فقط نتابع الحالة. يبقى الدوالي اللي تعالج لو هي اثرت تأثير سلبي على تحليل السائل المنوي، او ازاي ممكن تأثر الدوالي على الحيوانات المنوية في السائل؟ هنبدأ من الاول، ممكن الدوالي ما تأثرش خالص عشان نبقى امناء مع الناس، بدليل ان 15% من الرجال عامة عندهم دوالي، في منهم نسبة كبيرة بينجبوا. وممكن التأثير يبقى متدرج، تأثير بسيط ما يأثرش على الحركة او العدد او الـ 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 التشوهات، ولكن يؤثر على وظيفة الحيوان المنوي، على تكسير الحمض النووي اللي موجود في رأس الحيوان المنوي، ما يقال عليه DNA fragmentation. يعني ايه؟ يعني عدد الحيوانات المنوية يبقى كويس ومفيش تشوهات والحركة كويسة جدا، ولكن لما بنجري تحليل لوظيفة الحيوان المنوي نلاقي فيه مشكلة في تكسير الحمض النووي اللي هو اللي فيه المادة الوراثية، يبقى ده تأثير بدري قوي بيحصل. ممكن التأثير يتفاقم ويوصل إلى الحركة. طبيعي أي environment غريب أو أي مجال غريب على الإنسان بيأثر على حركته الأول. صحيح. هذا الجسم الدقيق لما بيتعرض إلى العوامل السلبية اللي أنا ذكرتها في الأول، أول حاجة تتأثر الحركة. بعد كده ممكن يعلي نسبة التشوهات لأن نسبة أكسجين قليلة، درجة حرارة عالية، فتكوين الحيوانات المنوية ما بيكونش في ظروف طبيعية. ممكن التأثير السلبي يصل إلى إن العدد يقل، أو قد يصل إلى انعدام الحيوانات المنوية. في حاجة تانية عايز أقولها، الدوالي الخصية وتأثيرها السلبي على الخصية وتقليل الدم الشرياني ودرجة الحرارة العالية ممكن يقلل حجم الخصية نفسها، بتبقى الخصية اللي فيها دوالي يعني بيحصل فيها دمور. ممكن يقل حجمها وممكن يصل إلى درجة الدمور لما بيقل، وهنا بقى احنا دخلنا في مشكلة بقى عويصة جدا كبيرة بالنسبة للإنجاب، مشكلة كبيرة. وبتأثر كمان على إنتاج هرمون الذكورة، ما هو عضو مهم جدا. صحيح. بينتج هرمون مهم جدا، ما بيوصلوش الدم الكفاية، ما بتوصلوش نسبة الأكسجين الكافية، فبالتالي وظيفته بتتأثر. من الوظيفة الأخرى هو إنتاج هرمون الذكورة بجانب إنتاج الحيوانات المنوية. فشوفي تأثير الدوالي من تأثير وظيفي إلى تأثير على إنتاج الحيوانات المنوية وحركتها وتشوهاتها، إلى تأثير أكبر ممكن يصل إلى دمور الخصية أو انعدام الحيوانات المنوية. طب دكتور، بعد ما يعني ما تتم عملية الدوالي، هل بترجع الخصية لكفاءتها الطبيعية وبتشتغل عادي، ولا في آثار سلبية ممكن يعني تترتب عليها العملية دي؟ سؤال مهم جدا. طبعا أنا عايز أقول حاجة، الدوالي الخصية من المشاكل الخاصة بإنجاب الرجل اللي حصل عليها ديبيت كبير قوي، وفي كونتروفيرسي وفي آراء مختلفة. في رأي بيقول إن هي تأثيرها السلبي على الحيوانات المنوية ما بيبقاش كبير، ويعني جدوى عملها أو إن إحنا نجريها ما بيأثرش بصورة إيجابية كتير. أنا ضد الرأي ده، إحنا بنشتغل فيها بقى سنين وبنتابع الحالات بقى سنين. دوالي الخصية إذا أجريت بكفاءة عالية، والمهم في الإجراء إن إحنا نتتبع شيء مهم جدا، نربط كل الأوردة، نتفادى الدم الشرياني ونتفادى الأوعية المفاوية، فبالتالي نحافظ على حيوية الخصية ونحقق أعلى نسبة نجاح وأقل نسبة ارتجاع ومضاعفات. تمام. الآثار الإيجابية دي دوكيومنتد ومسجلة في دراسات محترمة جدا. هذه الآثار الإيجابية بتصل إلى تحسن في تحليل السائل المنوي من 60 إلى 70%. في بعض الناس بيقولوا إن معدل الإنجاب الطبيعي هل هو بيتحسن ولا لأ؟ في بعض الناس بتنكر، لأ، التحسن في الإنجاب الطبيعي بيتحسن ولكن ليس بالدرجة الكبيرة بتاع تحسن السائل المنوي. ليه؟ محدش يعرف.
لكن اللي انا عايز اقوله ان التاثير الايجابي لاجراء جراحه الدوالي بطريقه فعاله، وانا هذكر بسرعه كده الطرق بتاعتها، هي المفتاح لتحسين جوده الحيوانات المنويه واحداث الانجاب سواء بصوره طبيعيه او باستخدام الوسائل المساعده. اذكر لنا بسرعه الطرق او المفاتيح اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي. طبعا هي الطرق هي اربعه. اجراء الجراحه الميكروسكوبيه بفتح، او الجراحه العاديه التقليديه، او باستخدام منظار البط، او باستخدام الاشعه التداخليه. احسن النتائج بنحصل عليها باستخدام المنظار، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، لان بتكبر لنا الاوريه. دي احدث طريقه دلوقتي. طبعا مهم، هي فتحه بسيطه، الفتحه اللي انا وضحتها ديت فتحه بسيطه جدا، حوالي 2 سنتي تقريبا. 2 سنتي بسيطه جدا. بنقدر نكبر الاورده ونشوف الدم الشرياني، وبنتفادى الدم الشرياني، فبالتالي بنحافظ على حيويه الخصيه. الاوعيه الليمفاويه ما بنربطهاش، فبالتالي ما بيحصلش ارتشاح في الخصيه، فده مهم جدا ان احنا نجريها بالطريقه المثلى لتحقيق اعلى نسبه نجاح واقل نسبه مضاعفات. دكتور، مش ممكن ترجع الدوالي مره تانية بعد ما نعمل العمليه؟ مش ممكن ده يحصل مره ممكن تانية؟ ممكن ترجع. هو المفتاح في كده ايه؟ ان احنا اهملنا بعض الاورده ما ربطناهاش. انا في صوره من الصور اللي انا في الصوره الاخيره بوضح ان حتى الاورده الفرعيه نربطها. فبتلاقي بقى لان الاورده او الدم الوريدي في كل الجسم له طبيعه معينه، لما بيتقفل مكان بيحصل تريبيوتريز او سايد تشانلز او روافد جانبيه، فبتخلي فيه التقاء للدم تاني وبيتكون. فطبعا لو فقدنا وريد او اكتر ما ربطناهوش ممكن تكون عرضه للارتجاع. تمام. دكتور، حضرتك ذكرت ان الدوالي ممكن تؤدي الى صغر حجم الخصيه. لو قلبنا الجمله، يعني هل صغر حجم الخصيه ممكن يؤدي او يخلي الشخص يكون اكثر عرضه من غيره انه يصاب بالدوالي، ولا ده ما لهاش علاقه؟ صغر حجم الخصيه لها اسباب كثيره جدا، اسباب وراثيه واسباب مكتسبه. الأسباب الوراثية أشهرها متلازمة كلاين فلتر، كل الناس عارفاها دلوقتي، اللي هو وجود كروموزوم إكس زيادة. الأسباب المكتسبة وجود التهابات ما عالجتش بطريقة كافية وبصورة جيدة، أو وجود إصابات في الخصية، أو وجود التهابات في الخصية أو التواءات في الخصية ولم تعالج جيدا وبسرعة، وبالتالي الدم الشرياني اتأثر فحصل فيها ضمور أو حصل فيها صغر في الحجم، أو لا قدر الله مع عملية الدوالي ما توخاش الطبيب الحذر وربط الشريان. دكتور محمد القصري، شكرا ليك، نورتنا النهارده. شكرا ليكوا ولمتابعتكوا. دايما عندنا في دريم كلينيك فقرات ومشاكل كتير بنحب ان احنا نعرضها معاكم مع امهر واحسن الاطباء في مصر. شكرا ليكوا. شكرا يا فندم.